منذ توقيعها قبل حوالي عام توالت خروقات الحوثيين للهدنة في مدينة الحديدة، وفي الفترة الأخيرة صعدت وتيرة تجاوزاتها وكثفت تحركاتها العسكرية وهجماتها ضد القوات المشتركة. بيان عسكري لألوية العمالقة قال إن الإنقلابيين استهدفوا مواقع القوات المشتركة في تحيتا بالقذائف والأسلحة المتوسطة، كما استهدفوا مواقع القوات في منطقتي الجبلية والطور بالأسلحة المتوسطة، فيما قصفت ميليشيات الحوثي مواقع في منطقة الجاح بشكل مكثف. وأكد البيان مواصلة الحوثيين اعتداءاتهم على منازل المواطنين بالقصف المدفعي جنوب الحديدة. من جانبه اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد والضاح للدبيش ميليشيات الحوثي بأنها أصبحت تتكئ على اتفاق السويد وتتخذه فرصة لإعادة ترتيب صفوفها واستعادة أنفاسها، معتبراً أن الاتفاقية أصبحت تمثل كارثة للمواطنين وأمست بمثابة قتل ودمار ومزيد من المعاناة للشعب اليمني. إيلين يوسف، العربية. جهود جديدة يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس في عواصم عدة في المنطقة بينها الكويت ومسقط لإحياء مشاورات السلام اليمنية بالتزامن مع بروز مساع إقليمية ودولية لوقف الحرب. غريفيثس التقى في الكويت رئيس الوزراء الشيخ خالد الصباح والسفير أحمد ناصر الصباح مساعد وزير الخارجية، بحث معهما فرص السلام في اليمن معبرا عن تقديره لدور الكويت. كان غريفيثس زار صنعاء الأسبوع الماضي والتقى قيادات حوثية دون عبد الملك زعيم الجماعة، تعرض خلال الزيارة لانتقادات من قادة الميليشيات وهجوم من وسائل إعلامية تابعة لها. سبق ذلك مباحثات أجراها مع مسؤولين سعوديين وفي الحكومة الشرعية بالرياض، حيث يسعى بشكل حثيث لإقناع أطراف النزاع اليمني بالعودة إلى طاولة الحوار في جولة مشاورات للحل النهائي والتسوية الشاملة. رغم فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي وقع قبل عام، خاصة البنود المتعلقة بالوضع في الحديدة، يرى مراقبون أن كشف واشنطن عن اتصالات ومشاورات مباشرة بينها وبين الميليشيات منذ سبتمبر الماضي وبعض الأطراف الإقليمية ربما شجع المبعوث الأممي على التحرك لإعادة طرح قضية الحل النهائي والدعوة للتفاوض بشأنه. في المقابل يرى محللون أن رسائل عدة تم تبادلها مؤخرا بين أطراف الأزمة لإظهار حسن النية بالتوجه نحو وقف الحرب، بين تلك الرسائل الإفراج عن مئات الأسرى بمبادرات أحادية وتراجع حدة القتال في بعض الجبهات، بما يعزز فرص عقد جولة مشاورات جديدة تكون الرعاية الأممية لها غطاء لتفاهمات أوسع يستفاد من نتائجها في صياغة اتفاق الحل النهائي بضمانات سياسية وأمنية وعسكرية، وبما يحقق الشراكة بين مختلف الأطراف اليمنية. شهر مضى على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، كان ينتظر أن يكلل هذا الشهر بالإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه وفقا لبنود الاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر الماضي، لكن هذه الخطوة يبدو أنها ما زالت بعيدة، إضافة إلى استحقاقات أخرى عديدة لم ترى النور بعد، منها تعيين محافظ
محافظين ومدراء أمن لمحافظات عدن ولحج وأبين، وانسحاب القوات العسكرية الحكومية من شبوة وأبين، وعودتها بكامل أسلحتها إلى مواقعها قبل أغسطس الماضي، والبدء في جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من القوات في عدن ونقلها إلى معسكرات يحددها التحالف ووضعها تحت إشرافه، إلى جانب إخراج القوات العسكرية من عدن وتوزيعها في مناطق يحددها التحالف أيضاً. تأخير في تنفيذ الحزمة الأولى من بنود اتفاق الرياض يبرره البعض بتأخر الترتيبات الأمنية واللوجستية، والبعض الآخر يرى في وجود جهات تابعة للأطراف الموقعة على الاتفاق أنها تسعى لتعطيله. مصادر سياسية أرجعت التأخير أيضا إلى ما وصفته بحالة التراخي في التنفيذ وخشية بعض الأطراف على مصالحها. ولم يتوقف تبادل الاتهامات بين الحكومة والانتقالية حول أسباب التأخير رغم التزامهما بالتهدئة الإعلامية. الحكومة تبرر تأخر صرفها لرواتب الموظفين كاملة بمعوقات موضوعية أفرزتها أحداث عدن في أغسطس الماضي، والانتقالي يعيد تأخير تنفيذ التزاماته العسكرية والأمنية إلى أزمة الثقة وعدم سحب القوات الحكومية من شبوة وأبين. والأخطر في المشهد عودة الاغتيالات إلى عدن خلال الأيام الأخيرة بوتيرة عالية مستهدفة ضباط أمن ومدنيين دون أن تتبناها جهات معينة، ما ينذر بحدوث اختلالات قد تكون ذريعة لتعطيل الاتفاق وتأخير تنفيذه إلى أبعد من المدة الزمنية التي حدد أقصاها بتسعين يوما من توقيع الاتفاق. الحسن الحدادي، الحدث. خمس سنوات عجاف من حرب ميليشيات الحوثي على اليمن هجر فيها ملايين المواطنين. تقرير حكومي نشر مؤخرا أحصى أكثر من 5 ملايين مدني تعرض للتهجير والنزوح والتشريد داخل البلاد نتيجة حرب ميليشيات انقلبت على السلطة وما تزال تصعد في أساليبها العنصرية والانتقامية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. رقم يضاف إلى ملايين اليمنيين الذين هاجروا خارج البلاد بحثا عن حياة آمنة مستقرة بعيدا عن الصراع، فالتجنيد القسري والقمع وتكميم الأفواه إضافة إلى شظف العيش أسباب رئيسية أجبرت الملايين على ترك منازلهم والهجرة للخارج أو النزوح إلى المحافظات المحررة هربا من الموت وبطش الميليشيات. تغيير ممنهج للديموغرافيا يعمل عليه الحوثيون منذ العام 2011 من خلال موجة التهجير الأولى في صعدة ودماج مرورا بمثيلتها في عمران وتعز وما يحدث حاليا من تهجير لأبناء المناطق الوسطى والساحل التهامي. حال يؤكد بحسب مراقبين اتساع دائرة العنف في البلاد وتحولها إلى أعمال إرهابية وجرائم إبادة مبنية على أسس عرقية ومذهبية في وقت تطالب فيه الحكومة اليمنية المنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة وكبح جماح ميليشيات الحوثي وتجنيب الأبرياء صراعها الطائفي. الحسن الحدادي، الحدث.
محاولة التفاف فاشلة للميليشيات الانقلابية في مثلث الصفراء باق مجز بمحافظة صعدة، حيث تم إحباط الهجوم من قبل جنود محور آزال أحد تشكيلات الجيش الوطني. خطتنا الاستراتيجية والعملياتية ليست على الدفاع، وإنما خطتنا إلى تحرير ما تبقى من الوطن، إلى باقم، إلى صعدة، إلى صنعاء، فهذا ما نسعى إليه. ونقول لهم خسئتم، لستم بقدر الجيش الوطني. الهجوم الفاشل أسفر عن مقتل قائد الميليشيات المدعو المرتضى الشريف المكنى أبو تنكيل، وهو رابع قيادي حوثي يقتل خلال الأشهر الماضية في هذه المنطقة. مقتل القيادي الحوثي المرتضى الشريف يمثل قاسمة الظهر لجماعة الحوثي، حيث يعمل على إرباكهم عسكريا وسياسيا، كونه أحد المشرفين لجبهة باقم والمجاز منذ 9 أشهر متتالية. طبعا عمل أفراد محور آزال على استدراج مجموعة كبيرة من الحوثيين، وعلى رأسهم هذا المسؤول الحوثي. الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات واغتنام العديد من الأسلحة والعربات. مرة أخرى الميليشيات الانقلابية في مجز وباقم بلا رأس بعد مقتل المرتضى الشريف القيادي الحوثي الميداني المهم الذي كان يقود الميليشيات في هذا المربع على يد جنود محور عزال أحد تشكيلات الجيش الوطني. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من المنطقة الفاصلة بين مديريتي باقم ومجز. مع تصاعد السخط الشعبي في مناطق سيطرة الانقلابيين، كشفت مصادر في صنعاء عن إجراءات أمنية غير مسبوقة اتخذتها ميليشيات الحوثي لإحكام قبضتها، حيث لجأت إلى نشر مخبرين وجواسيس في وسائل النقل العمومية والأماكن العامة، مهمتهم استدراج المواطنين للحديث عن الأوضاع العامة في مناطق سيطرة الانقلابيين وقياس المزاج العام لكشف المعارضين ليتم الإبلاغ عنهم ومن ثم اعتقالهم على الفور. المصادر أكدت أن ميليشيات الحوثي وجهت أجهزتها الأمنية ومشرفيها بتشديد الرقابة على المواطنين في صنعاء والمدن الأخرى، ونشرت مخبرين لاستطلاع آراء عامة الناس تخوفا من اندلاع شرارة تظاهرات ضدها على غرار ما يحدث في لبنان والعراق. التعليمات وفق المصادر تقضي بالانتشار في أوساط الناس وقياس المزاج الشعبي وافتعال مشكلات مع من يعتقد أنهم معارضون للحوثي أو حتى مؤيدون للمظاهرات في العراق ولبنان، حيث يتم تسجيلهم والإبلاغ عنهم واعتقالهم. سكان محليون في صنعاء كشفوا عن تعرضهم للتهديد والضرب والاعتقال على يد عناصر الميليشيات لمجرد انتقادهم ممارسات الحوثيين والإفصاح عن معارضتهم في أحاديث جانبية مع ركاب أو سائقي حافلات وسيارات الأجرة. تبين لاحقا أنهم مخبرون وجواسيس، وانتهى الحديث معهم باعتقال العديد من المواطنين بتهمة التحريض على الشغب. مراقبون يرون أن لجوء الميليشيات لأساليب مبتكرة في التجسس واستعراض أدواتها القمعية واستخدام القوة المفرطة لترهيب المواطنين يعكس شعورا بالخوف من هشاشة الوضع والارتباك وتزايد الاحتقان، ما يهدد باندلاع ثورة شعبية ضد الانقلابيين.
فيما تجدد المنظمات الدولية والأممية الاتهامات للميليشيات الحوثية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، تطالب الحكومة اليمنية بإحداث تغييرات شاملة في أساليب وطرق الإغاثة الإنسانية. وزير الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح كشف عن مطالب طرحتها الحكومة خلال لقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك مع ممثلي الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية. أبرز هذه المطالب: اعتماد لمركزية توزيع الإغاثة من خلال 5 مراكز حددتها الحكومة في خطة سابقة، بدلا من التركيز على الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. الانتقال من الإغاثة العاجلة وتوزيع السلال الغذائية والمساعدات النقدية إلى مرحلة الإغاثة من خلال توفير سبل العيش عبر دعم المشاريع الصغيرة والأعمال التنموية. الانتقال من التشخيص المتكرر للأزمة إلى معالجة أسبابها، لأن مكافحة تفشي الأوبئة من دون معالجة أسبابها لم تنجح في القضاء على الكوليرا والأوبئة الأخرى. التأكيد على تغيير أسلوب عمل المنظمات وتوجيه الإغاثة إلى مستحقها بدلا من اتباع أساليب تمكن الميليشيات من استغلالها لتمويل ما تسميه المجهود الحربي. تجديد المطالبة بنقل مكاتب المنظمات من صنعاء وعدم القبول بحرمان الشعب اليمني من حقوقه لمجرد الخضوع لابتزاز سلطة الأمر الواقع للميليشيات. محاولات حكومية لإعادة تصويب العلاقة مع المنظمات الإغاثية إضافة إلى ضمان الرقابة والتقييم لخطط الإغاثة الإنسانية في مسعى لتخفيف معاناة ملايين اليمنيين بسبب ممارسات الميليشيات وإثراء بعض قادتها بسرقة قوت الفقراء والمحتاجين. كتيبة الواجب، الكتيبة التي تنتشر في مناطق شاسعة من مديرية خب والشعف. الكتيبة تتكون من مجموعة من المقاتلين المدربين على معارك حرب العصابات، بالإضافة إلى عدد من أبناء قبيلة دهم العريقة. ماذا أنجزت لحد الآن؟ أنتم في خط التماس مباشرة مع الميليشيات الانقلابية؟ نعم، احنا في خط التماس ومع الميليشيات، وعندنا تامين للخط الدولي من الألغام، وبجانب اللواء 161 اللواء الذي احنا وياه جزء لا نتجزأ يد واحدة، من حيث قرحة البندق نعززهم ويعززونا.
مع استطلاع كتيبة الواجب أحد تشكيلات لواء الحسم، أنت تقوم بالاستطلاع بشكل يومي، هل ما زالت الميليشيات لديها القدرة على مهاجمة المهاشمة والعودة إلى هذه المواقع التي كانت تحتلها؟ نحن مستعدون في صدها في أي وقت وحين، ولا يعيقنا إن سواء كثرت أم قلت، نحن صامدون وثابتون وإن شاء الله أن احنا منتصرون عليهم بإذن الله. هل هنالك إمكانية أن يعود إلى المهاشمة ويسيطر عليها؟ بوجود الأبطال لا يمكن يعود إلى المهاشمة، لحيث وهم موجودين بعتادهم وبقوتهم ومستعدين لأي هجوم متصدين له في أي وقت. المنطقة العسكرية السادسة عمودها الفقري من قبيلة دهم العريقة، هذه القبيلة التي كانت أولى قبائل اليمن التي تنتفض ضد الانقلاب الحوثي، اليوم يشكلون حائط صد بين مناطقهم وبين الميليشيات التي تحاول أن توجد لها موطئ قدم في مديرية خبو الشعف في محافظة الجوف. محمد العرب لقناتي العربية والحدث. قلعة صيرة أحد المعالم السياسية الشهيرة في مدينة عدن تفتح أبوابها من جديد أمام الزوار بعد إغلاق دام 4 سنوات. صيرة ذلك الحصن العسكري الذي يعتبر أحد أهم المعالم التاريخية حاضرة جنوب اليمن الكبرى، شيدت في القرن 11 الميلادي على جزيرة صخرية بركانية يبلغ ارتفاعها 430 قدما فوق مستوى سطح البحر وتقع في مديرية كريتر. قلعة صيرة هي معلم من المعالم المهمة داخل عدن، وهذا المعلم بحاجة إلى لفتة كريمة وكبيرة ووطنية من جميع الجهات، سواء المسؤولة أو حتى المواطن نفسه. مثل ما تشاهدوا اليوم، يعني المواطنين هم في شغف ولهفة لزيارة هذا الصرح العظيم. القلعة التاريخية لعبت دورا بارزا في حماية المدينة وصد الكثير من الهجمات عليها، آخرها معركة التصدي للمحتل البريطاني في العام 1839، حتى صارت رمزا للصمود. قبل الاحتلال البريطاني يعني دخلت الباخرة أو المركب حربي من هذا المكان، وأجدادنا قاوموه من هذا المكان من قلعة الصيرة، والحمد لله اليوم هذا عينا شغف كبير لزيارة هذه المعالم، ونتمنى من الدولة يعني عمل شيء لهذه المعالم التاريخية، وليس معلم يعني قلعة الصيرة إنما حتى صهاريج عدن وكثير من المعالم داخل عدن بحاجة إلى لفتة من قبل الدولة. افتتاح القلعة مجددا تقول عنه السلطة المحلية في عدن إنه يأتي ضمن جهود تطبيع الحياة وتنشيط السياحة الداخلية بعد أن عانت المعالم الأثرية في البلاد وتحديدا في عدن من الإهمال الذي لحقه تدمير ممنهج من قبل ميليشيات الحوثي بغية طمس الموروث والهوية الثقافية. الحسن الحدادي، الحدث. يوما بعد يوم يتكشف حجم التورط الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي عسكريا وماليا وإعلاميا وسياسيا. المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب كشف في تقرير عن حجم التسليح الإيراني للحوثيين عبر مراحل عدة وإمدادهم بالخبراء من الحرس الثوري وميليشيات من حزب الله.
التقرير أوضح أن الحرس الثوري اعتمد على الوحدة 3800 التابعة لحزب الله اللبناني التي عهد إليها القيام بمهمة تقديم الاستشارة والتدريب للحوثيين، وأكد أن الدعم الإيراني للحوثي بدأ ماليا وانتقل بعد عام 2014 إلى مدهم بالأسلحة والخبراء والمشاركة في مهام قتالية، وذكر بسلسلة من الوقائع المتصلة بسفن تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين بدءا من العام 2009 وأسر عناصر من الحرس الثوري وميليشيات حزب الله. البحرية الأمريكية احتجزت بين 2015 و2016 5 سفن إيرانية للحوثي تحوي صواريخ مضادة للدبابات وبنادق هجومية. البحريتان الأسترالية والفرنسية اعترضتا عام 2016 في البحر الأحمر شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي، بينها 2000 بندقية هجومية. تزويد ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة رغم الحظر الدولي. تزويد الحوثي بصواريخ بركان 2 البالستية وخزانات الوقود والمسيرات. إنشاء بنية تحتية لتصنيع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والسفن والعبوات الناسفة والألغام البحرية والأرضية والقوارب المسيرة عن بعد. في 29 من يناير أعلن التحالف أن إيران زودت الحوثي بطائرة S-129 بدون طيار تمتلك قدرة على حمل 8 صواريخ موجهة مداها 2000 كيلومتر. تطوير منظومة من الصواريخ البالستية بمساعدة خبراء من الحرس الثوري، ومنها صواريخ قاهر 2 وبركان 1 وبركان 2، وهي مطابقة للصاروخ الإيراني قيام 1. واختتم التقرير بالتأكيد على سقوط قتلى من الحرس الثوري وميليشيات حزب الله في اليمن وهم يقومون بمهام قتالية إلى جانب الحوثيين، ما يؤكد حجم التورط الإيراني لممارسة النفوذ ومحاولة تغيير النتيجة في ساحة المعركة. وحل الإشكاليات والخلافات على طاولة الحوار يثبت بلا شك أن الميليشيات الحوثية هي من يعطل الحل السياسي في اليمن، والأولى أن يكون هناك جلوس على الطاولة وتقديم مصلحة الشعب اليمني. لا شك الخطوة باتفاق الرياض وما تم تحقيقه برجوع دولة رئيس الوزراء إلى عدن، وأيضا الخطوات اللي راح تليها بإذن الله تعالى تعود بالمصلحة للشعب اليمني وكذلك المحافظات الجنوبية. المرحلة أو الإيجابيات الموجودة في المرحلة الحالية هي تؤسس لمرحلة أكثر استقرار لليمن في إعادة الأمن والأمان والمشاريع التنموية وكذلك الإغاثية. إذا غلبت المصلحة العامة، وقد يكون خطوة مناسبة اتفاق الرياض للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن بتقديم مصلحة الشعب اليمني وتقديم التنازلات لحل الأزمة في اليمن. خطى المعلم في طهران يأتي التهديد الحوثي لاستهداف الملاحة الدولية في أهم شرايينها حيوية على البحر الأحمر. التهديد وإن حمل لغة التأمين تبدو معطياته العدائية واضحة بمزيد من الألغام البحرية والزوارق المفخخة وعمليات القرصنة والهجوم على السفن التجارية الدولية في الساحل الغربي لليمن، وهي معطيات تؤكد أن الميليشيا لا تجنح للسلم وتشكل خطرا على مصالح التجارة العالمية. يجب أن يتصدى المجتمع الدولي لسلوك هذه الميليشيات وإرغامها على تسليم سلاحها وإرغامها على السلام بالحل العسكري، لدعم خيارات الحل العسكري وإرغامها على تسليم سلاحها للدولة، وبغير ذلك ستظل الملاحة الدولية مهددة بشكل أو بآخر بما في ذلك الألغام أو التقطع للسفن.
لم يكتفي الحوثيون بتهديد الملاحة فحسب، بل يستمرون في جر البلد والمنطقة إلى كارثة بحرية وبيئية غير مسبوقة باستمرار منع الفريق الفني الأممي من معاينة وصيانة خزان صافر النفطي والعائم على بعد 5 أميال في ميناء رأس عيسى بالحديدة. الخزان الذي يحوي أكثر من 1,200,000 برميل من النفط الخام منذ 5 سنوات معرض للانفجار. برغم كثرة الضغط الذي بذله سفراء الشرعية وكذلك وزارة الخارجية لدى الأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة وقفت موقف المتفرق إلى الآن وهي تعلم بمدى خطورة هذا الخزان. الأمر يحتاج إلى كثير من الضغوط لإلزامها على السماح للفريق الفني، وإلا فنحن أمام كارثة لن يستطيع أحد على حل مشكلتها. 4 أشهر مرت وما يزال الفريق الفني الأممي يحاول إقناع الحوثيين بالوصول إلى خزان صافر العائم الذي قد يؤدي انفجاره إلى تلويث كامل البحر الأحمر وصولا إلى البحر العربي. تهديد لاستهداف الملاحة الدولية على البحر الأحمر وتهديد الحياة البيئية والبحرية عوامل تثبت أن الميليشيا الحوثية لا تفتح أي آفاق للسلام. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب. قد يبدو المشهد عاديا، سيارة إسعاف في العاصمة المؤقتة عدن، لكن السيارة هي واحدة من أسطول جديد يتكون من 16 سيارة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. الدعم الجديد للقطاع الصحي يهدف لتقديم خدمات إسعافية سريعة لإنقاذ الأرواح في وقت تعاني فيه المستشفيات من تردي في نظام الطوارئ والإسعاف. مركز الملك سلمان قدم كثير من الدعم خاصة بعد اتفاق الرياض بتوجيهات مباشرة من ولي عهد خادم حرم الشريفين إلى ولي عهد الأمين محمد بن سلمان الذي هو تكثف الدعم بشكل كبير ابتداء من المساعدات الطبية في غسيل الكلى ومرورا بالسلع الغذائية وكذلك بتوزيع التمور، والآن لنوزع المجال الصحي في القطاع الصحي اللي هي سيارات الإسعاف لثمان محافظات من ضمن 4 سيارات لمحافظة صعدة، وهذا طبعا الدليل واضح ان الدعم مباشر سواء كان في عمليه الاغاثه او عمليه التنميه. الاسطول المقدم من مركز الملك سلمان المكون من 16 سياره اسعاف تم توزيعه على عدد من المحافظات اليمنيه ليشمل عدن والساحل الغربي بالحديده وتعز وصنعاء وشبوه والمهره والجوف وصعده. اليوم ندشن توزيع عدد من سيارات الاسعاف. بالأمس وزعنا عدد منها لمحافظة صعدة ولمحافظة الجوف ولمأرب ولشبوة ولسيئون، واليوم نوزع عدد من السيارات لمحافظة عدن وتعز والحديدة. هي إجمالا مقدمة 16 سيارة إسعاف. خلال السنوات الماضية عانت المستشفيات في العديد من المحافظات المحررة إثر ضعف الإمكانيات وقلة الإمدادات، الأمر الذي حفز مركز الملك سلمان للإغاثة برفض المستشفيات بسيارات الإسعاف لإنقاذ المواطنين بعد أن كان الكثير يفقد حياته بسبب تعثر وصولهم للمستشفيات. استمرار دعم مركز الملك سلمان لليمن مستمر منذ أن اندلعت أحداث عاصفة الحزم وحتى إعادة الأمل، لكنه يستمر وبكثافة بعد اتفاق الرياض لينسي أوجاع اليمنيين الذين عانوا من السنين العجاف. ناصر حبتر، مستشفى الجمهورية، محافظة عدن.
عبر طرق تشق الصحراء القاحلة والكثبان الرملية والجبال الوعرة تستمر القوافل المحملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإغاثية والإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مسيرة عطاء غطت كل مناطق النزوح والاحتياج في محافظة حجة خلال العام 2019. مركز الملك سلمان غطى خلال العام 2019 كل المديريات المحررة وغيرها في محافظة حجة ومثلها في محافظة صعدة وقبائل الأزهور وآل عطيف بكل أنواع المساعدات المختلفة الإغاثية والإيوائية والدوائية، وهو ما حظي به شهادات رسمية من قبل السلطة المحلية بمحافظة حجة. رسالتي إلى هذا إلى مركز الملك سلمان منا كسلطة محلية بالمحافظة وبالمديريات، نقدم كل شكرنا وتقديرنا ومحبتنا لمركز الملك سلمان أيضا لما يقدمه ويساهم فيه سواء في ما يخص الجانب الغذاء والإيواء وفي مجال الصحة ومكافحة الحمى والضرق وفي كثير من المجالات. مركز الملك سلمان وخلال العام 2019 وزع أكثر من 30,000 سلة غذائية استفاد منها 3859 أسرة بصورة شهرية منتظمة، كما وزع 1000 خيمة إيواء على النازحين وأكثر من 3500 بطانية، كما قام بتأمين المياه للنازحين. المشاريع المقدمة خلقت ارتياحا مجتمعيا كبيرا. نحن أبناء عزرة الجعدة مديرية ميدي نشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما يقدمه من إغاثة لأبناء المناطق المحررة في كافة المديريات والمناطق المحررة من مناطق حجة على هذه الإغاثة التي يقدمها لأبناء الشعب اليمني. مشاريع كبيرة ومتعددة بعشرات الملايين من الدولارات غطى بها مركز الملك سلمان احتياج اليمنيين في مختلف محافظات اليمن وفي مختلف الجوانب. محمد الحذيفي الإخبارية.